في مشهد يبدو كما خلية النحل، بدأ العام الدراسي الجديد، حيث افتتح وزراء مدرستين بحي الأسمرات شرقي القاهرة، ويبلغ عدد الطلاب لهذا العام الدراسي 21 مليون طالباً بواقع 53 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية. خطتنا معلنة، احنا السنة دي بنحاول نتقدم شويتين بالعملية التعليمية من حيث الإدارة وطرق التدريس وتدريب المعلمين والمناهج، إنما كل ده في سبيلنا إلى اللي بنتكلم عليه دايماً من السنة اللي بعديها، إنما السنة دي إن شاء الله المديريات هتجدوا منها إدارة مختلفة للمنظومة التعليمية، والمعلمين كمان هنحاول نضخ كثير من البهجة في الفصول، نغري الأطفالنا ترجع تاني المدرسة، ويعني هنشوف أداء مختلف. احنا البرنامج الحالي اللي شغالين فيه 80 مدرسة، المرحلة الأولى كانت 35 مدرسة والمرحلة الثانية 45 مدرسة. المرحلة الأولى تقريبا خلصناها وبدأنا في المرحلة الثانية. حضر الوزراء تحية العلم وطابور الصباح والإذاعة المدرسية في الحي الجديد الذي يبدو عليه جهود الحي والمحافظة. الأحياء واخدة تعليمات مشددة بقالهم أكتر من شهر، بيساعدوا المدارس في النظافة حوالين المدرسة، بيرفعوا القمامة، بيشيلوا الإشغالات، حتى واخدين تعليمات بدهان سور المدرسة من الخارج، ما يسيبوش هذا الأمر للمدرسة، لو في أي عبارات مش سليمة أو أي تشوه للسور يصلحوه وينظفوه، البوابة تبقى آمنة وسليمة. واتفقت مع رؤساء الأحياء كلهم لازم يخشوا يقابلوا الإدارة ويشوفوا أي دعم الإدارة محتاجاه. في محافظة القاهرة وحدها بدأت قرابة 4900 مدرسة عملها، كما أن الأسبوع الأول يخصص منه وقتاً للأعمال الإدارية ونقل الطلاب، لكن جهود المعلمين تتواصل مع جهود الوزارة لإعداد طالب متعلم وقادر لديه الوعي المناسب بالمستقبل.